يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إن لي عمًا يدخن ولا يصلي بالمسجد إلا صلاة الجمعة، والباقي يصلي في منزله بدون مراعاة للوقت. السؤال: هل يجب علي صلته وزيارته والسلام عليه، مع أنه يقول: لا تنصحني ولا تكلمني بالنصيحة أبدا؟ لا تزره ما دام يقول الكلام هذا، هذا مكابر ولا يقبل النصيحة، اتركه. نعم.